ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض اهم الاحداث اللي هتحصل النهارده، وكمان اهم المباريات اللي هتتلعب في الدوري الاسباني وكمان كاس الرابطه الانجليزيه. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيقيم أصدقاء الفنان خالد صالح بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة ذكرى رحيل الفنان خالد صالح 9 على مسرح الهناجر، واللي قدم عليه خالد صالح العديد من الأعمال مع فرقة الحركة المسرحية الحرة وغيرها. النهاردة هيرسل الاتحاد المصري لكرة القدم القائمة الدولية للحكام إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل انقضاء المهلة اللي منحها فيفا للاتحادات الأهلية لترشيح الحكام الدوليين لعام 2024. النهاردة لعشاء الدوري الأسباني موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة 7 من عمر المسابقة. هيلتقي أتلتيك بلباو مع خيتافي الساعة 8 مساء، وفي نفس التوقيت هيلتقي كل من ريال مدريد مع لاس بالماس وفياريال مع فيرونا، وفي 10:30 مساء هيلتقي فالنسيا مع ريال سوسيداد. النهاردة لعشاء الكرة الإنجليزية موعدهم مع 9 مباريات في إطار الجولة الثالثة من كأس الرابطة، من أهمها مباراة ليفربول مع ليستر سيتي في تمام الساعة 10:45. في نفس التوقيت هيلتقي تشيلسي مع برايتون، وفي 10 هيلتقي مانشستر سيتي مع نيوكاسل يونايتد.